السلام عليكم. قديما عندما كان يتعرض أحد ما لجرح فقد كانت تستخدم طمادات كبيرة، وهذه الطمادات غير فعالة وعملية في أماكن مثل الأصابع. إيرل ديكسون مخترع أمريكي كان يعمل بائعا للقطن في شركة جونسون أند جونسون. إيرل قام باختراع الشريط اللاصق للأجراح عندما لاحظ أن زوجته تجرح يدها باستمرار أثناء تحضير الطعام في المطبخ، حيث قام ديكسون باستخدام قطعة قماش معقمة وتقطيعها إلى قطع صغيرة ووضعها في شريط لاصق وعمل كميات كبيرة لاستخدامها عند اللزوم. أعجبت شركة جونسون أند جونسون بهذا الاختراع وقامت بإنتاجه تجاريا في عام 1924، وتم ترقية ديكسون إلى نائب رئيس للشركة. شكرا.